بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما تعليقكم على ما أصدرته جمعية نسائية في الجزائر حول إلغاء حكم عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا إلغاء لحكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر بالله عز وجل. فالذي يلغي حكما من أحكام الشريعة ويحل مكانه حكما بشريا قانونيا أو نظاميا فإن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذا الحكم الذي صدر هذا حكم الطاغوت، ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرضى به أو أن يحكم به،